بعد ما صورنا لكم الخوت الفيديو على المكتبة اللي كاينه في إحشاش، كنطرح مجموعة من التساؤلات اليوم الخميس 31 أوت 2023. التساؤل الأول هو على قطاع النظافة مدينة أكادير. قطاع النظافة مدينة أكادير اللي أثبت المسؤولون على القطاع فشلهم، فاشلين في لو تريتمون والتخلص من النفايات، فاشلين 100% في جميع الأحياء بما فيها الأحياء الراقية. راه دوك الكاميوات اللي كيدوزو راه في واحد الحالة اللي هي كما قال لي هذاك لا يرتلاها، واحد الحالة اللي هي كارثية، كتشم الريحة واحد الريحة تزكم الأنوف، واحد الريحة كما كنقول باللغة الفرنسية انسيبورتابل. وهذا الشيء راه ماشي السبب ديالو هما عاملين النظافة، لا، السبب ديالو هو أن المسؤولين على القطاع اللي هو المجلس البلدي لمدينة أكادير يا إما ما عندهمش الإكسبيريونس اللي خصها تكون عندهم، يا إما ما عندهمش لاكومبيتونس اللي خصها تكون، يا إما ما مسوقينش، يا إما المهم مجموعة من الأسباب، لأن قطاع النظافة هو اللي كيعطي الصورة ديال المدينة. مدينة نظيفة ضرورية، علاش؟ أولا لأن المواطنين اللي عايشين في هذه المدينة هذه ضروري خاصهم بيئة نظيفة. المواطنين راه كنعني بهم خصوصا شكون؟ الأطفال والمسنين، لأن هما لا كاتيجوري اللي هي فراجيل، باش فهمتوني اللغة العربية هي هشة. إذا قطاع النظافة حتى في الأحياء الراقية منهم لا سيتي سويس، منهم الشرف، منهم واش هاد الدودانات هادو، والله إلا ماشي دودان، هادي حفرة، هادي حشومة عليهم، والله العظيم الحشومة عليهم حقا. ها قطاع النظافة، ها مالين الجيلي الزراق، ها وعينا ما نهضرو في هاد لاشين، والناس هيا وما يهضرو بزاف هادشي بزاف. إذن هذا قطاع النظافة هذا هو تنهضر عليه أنا يوميا، خصني نهضر عليه، لأن النظافة من الإيمان. الإنسان اللي ماشي نظيف راه ماشي إنسان، باش نكونوا صراحة. بنادم اللي كما كنقولوا اللي موسخ راه يبقى موسخ حياته كاملة. المهم المشكل الثاني اللي غادي نهضروا عليه هو هذا المشكل ديال الاحتلال الملكي العموم من طرف الخضارة ومن طرف اسميت. بحال دابا حنا عندنا في لي زاميكال عندنا داك المشكل، غير هو ماشي بزاف، غير في بعض البلايص. علاش المسؤولين دابا، علاش دابا هاد الحي هذا ما يكون فيه احتلال ملكي عموم؟ علاش قول لهم دابا يجيبوا دابا الفراشه هنا ولا في الكارتي توريستيك؟ امبوسيبل. علاش؟ ان هاد بحال قلتي هادو سوسون دي كارتي اللي هما بريفيليجي، فهمتي؟ تحيه للثانويات يوسف تاشفين فاش قريت. اذا هذا سؤال مطروح، علاش المسؤولين يغضون الطرف على دائرات احتلال الملكي عموم، خصوصا في العراق، في سيدي يوسف، في لي زاميكال، في مجموعه من الاحياء، وبحال هاد لي كارتي هادو علاش ما يكونوش دابا الفراشه ولا سميتو؟ اصلا هاد الناس هادو ما غاديش يشريو عندهم، راه باينه، ولكن بليزوموا هذا سؤال مطروح. يعني هادشي اللي غادي نقول لكم الخوت، راه تقهرنا بالهضره، هاد الزنقه من جد سميتها زنقه الكويت، عينا بالهضره الخوت، راه كنهضرو وحتى الفيدباك ديال الناس ديال اكادير ما مسوقينش، والله ما مسوقين بالرب المعبود ولا واحد. تحيه للناس اللي ساكنين في احسن سكنه في اكادير هي لا سيتي سويس، هذه راه بدون نقاش، تبارك الله على هذا، راه لا سيتي سويس راه صايبوها، لي سويس اللي صايبوها، هذاك الشيء علاش سميتها لا سيتي سويس. راه كنت درت لكم فيديو عليها. يلا الخوت، انا غادي النيابه ديال التعليمات اللي واحد غادي تما، الله يعاونكم، تشافوا واحد شويه.